هاي يجون زوار على الامام نشتغل، ماكو زوار ما نشتغل. صار لكم ايش قد انتم على هاي الوضع انه مساله الشغل؟ كورونا واللي جاي قبل كان خير من الله شغل والحمد لله، بس هسه من كورونا واللي جاي ما حد يشتغل. خافك بعام كانت ما تطلع هيك صح الحمد لله. حتى احنا نشوف السوق مو مثل قبل، فارق هاي لحد 12 هيك يبقى هيك، بس العصريات شوي يتحرك السوق. ايه تمام. زين شنو اكثر شيء تحتاجه المدائن؟ اهلها ناس شنو يعني اللي يحتاج؟ احسن هاي الكسب احسن ما قاعدين هنا بالشارع. اكو معامل افتحها، معمل بيبسي، معمل كنينس، معمل حفاضات، يعني معمل حليب، هواي اكو شغلات. معمل بيبسي هنا يراد ماكو، الاوائل كلها قاعد هاي. لو تشتغل شاي شي، لو عربان شي، لو تشتغل لك عامل ب 10000 دينار وين تخليها 10000؟ هتشيلي وين تخليها؟ ما تكفي ال 10000 هذه. وابو المحل يقول لها بزيد يوميتي، يقول لك ماكو مين زيده، مو تشوف شغله بعينك. والله صحيح.